السردي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. واش خروفه تا محمد هادو شحال دايرين؟ 42 خروفات 42000 سردي تبارك الله. شحال كتفرد بشحال؟ شحال بعت هذيك الفرن الماء بالخضر؟ هادو السردين هادي معلمه بيها ب 46 جيت ميسور انت جيت ميسور صافي ولكن ماشي كشبه ديال لا لا عرفت جاي ما من بني مسكين اش مره مني جبتي ما من رحمنا ولا بني مسكين جاي من بيرنزا من بير من الداخل 14100 سبرميت من جاي من الداخل ما هو با منين جاي جايبهم من البروج من البروج ديال بني مسكين اذا هذه حوليه سرديه تبعت هذيك كبيره فيها 46 ملاح تبارك الله ها وليات خروفات هذه بحال هذه نبيعها ب 46 هذه المعلمه بالخضر هذا جاي من بين نزران هذا جاي من بين نزران وباهم جاي بني تبارك الله السلاله ديال السردي يعني كيبقى جمال تبارك الله الجمال الخرفان الحواله وين ديال المسكين وهذا البرقي ديال تيم حديد عند قاسم ديال زايده ما عنديش نمرتك البارح ما عنديش نمرتك البارح ها شي وحده مي دالت هنا بغاو شي حاجه المهم شوفي لما داروا والو نسولف في عشية انا نرجع عندك باقي غير نكمل المباشر هبط اصاحبي هبط انت ما دايرين مثلي دايرين هنايا ها الحواله تبارك الله شحال وصل هذا الخير؟ كاين 70 كاين 65 تبارك الله الزين تبارك الله هذاك السردي الزين تبارك الله السردي زين تبارك الله هادي أربعين ألف خروفات ديال السردية سرديات السردي لا انا ما نبينكش يا محمد ما تخافش هنا خروفات الحال كون خليتو يتكسب لا بالك كسب هكا داير لا لا كسب ما نجيش لا تكسب ما غايبانش من كسب ديك السيمه كازب شمي ديال تجي مع هذا السردي تجي تجي مع السردي بحال الناس ديال السردي ياك مزيان والله الا سلاله فن مسكينه راه دقت كتوكل على الشط اه والله يرحمنا بالشتاء يرحمنا بالشتاء هذه السلالة ديال السردي عايشة مليح تبارك الله واحدة مبيوعة تما ب 2300 زينة تبارك الله غنم مليحة خرفات السردي هانت
هادو بوهم جايين بني مسكين وموتهم جايين بني بيران زاران نواحي الداخلة وعايشين في القصابي نواحي ميدالت خروفات تبارك الله الصردي تبارك الله شوف تبارك الله كيف يبان شوف كيف يبان تبارك الله تبارك الله كيف هادو كيبيع مولاهم ب 40 42 46 هذيك بحال ديك العاليه نبيعها بالاخر خروفات زوينين ديال السردي وعايشين هنا في المنطقه في نواحي القصابه يعني قليل فاش غتصادف مع السردي عندنا في المنطقه هنا يعني احنا ما عندنا غير البرقي ديال بنيقيل يلا نمشيو اهلا تبارك الله ان شاء الله الصلاه الاولى لاباس لاباس مبروكه ان شاء الله الصلاه الخير سيدي هذه 68 تبارك الله وهذه 58 تبارك الله ياك لاباس الحمد لله الله بخير هذه 8 شحال هذا قلت لي 68 هذا الجوج هذا 68 هذا مع هذا وهذا 58 هذا 58 هذه ميدالت ميدالت السوق الاخر ديالنا اليوم الاحد البرقاش بلاصه هذه نجيل 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 تلاقيت معكم في بوميه ما تجيو بوميه نهار الاربعاء اه يكون السوق نهار الاربعاء اهلا اهلا ما يستعنى انا عشت تبارك الله يبارك فيك يا سيدي كي درتو يستعنى دايشة بخير هذا راك الزر ديال الزر كي داير شحال هاد النعاس سيدي شوان 30 تبارك الله كبار كبار في السن المجموع الاول الحمد لله عطا الخير اللي بغى يبيع يبيع تبارك الله 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 الاستاذ الكريم ديالك هاد الكسيبه تبارك الله اللهم يسر شحال هادي شحال زعما وصل هادي كل واحد ثمن زعما بحال هذاك هذا 56 هادو 54 تحيه الناس ديال ميدالت تبارك الله السوق عامر اللي بغى يجي يشري يجي يشري ميدالت عامره الناس ديال ميدالت ها الخروفات خروفات هادو ولا نعاش شحال واصلين هادو كانوا في فيتر هادو اللي ما بغيناش نبيعو هادي الله على المهدي وهادو شحال هادي اللي زين اش فيها 20 كيلو شحال راه 2000 ريال الكيلو مسكينه ميدالت ميدالت سوق الحد سوق الحد ميدالت سوق الحد ديال ميدالت الناس ديال ميدالت حنا عندكم في ميدالت اليوم هشام الخضري عندكم في ميدالت في السوق ديالكم خير تبارك الله شحال هادو فال هادو 43 في الفرادي شحال بعتي هذاك المعلم هادي كتيبة ديال 44 عاد جامو اماني تيخسينا زلزال وين شتا؟ تبارك الله شحال كتبيع حنا؟ 20 20 هادو نعاج ب 20 مزيان فيها سلسلة فيها الجموع خلطة خلطة اللهم يسر اللهم يسر السوق عامر تبارك الله ما وصلتش وصلت حتى لي قبيله ما لقيت الباب عامر ما لقيتش من ندوز كنت بغا نقص الحيط من هنا ولا نجي فيها ندير عامر السوق كنت هنا جلست حدا صحاب بوعميه كنبيع لهم التسيبه
والله اش غادي دير سبي الله سبي الله. سوق الحد مية ستة وخمسين هذا ستة وربعين ستة وخمسين هذا 58 هذا اللي قال لا هذا كان ديالي 46 المهم ديالك عطاك 46 اللهم يسر بن يوسف كي داير بخير لاباس كي داير بخير شحال وصلنا هاد الحوالة تبارك 86 هذا 68 تبارك الله انا نرجع باقي عندك شي حاجه لا ما يصير شوف هذا الحولي تبارك الله شحال وصل هذا الحولي هذا ها تبارك الله اش داير في السن 40 تبارك الله هذا وصل 90 ألف مليح تبارك الله سوق ميدلت 90 ألف هذا هشام خضري غنحطو في اليوتيوب وغادي نهز منه بحال هذا الفيديو غادي نحطو في قنوات أخرى إذا هذا الحولي كتشوفوا فيه عطاو فيه 90 ألف ريال هذا تبارك الله رباعي سوبر صور مورا ما بغاش أنا إوا سير سير شد شد يلا شد عطيه القرعة عطيه شدهم من الكرون شدهم من الكرون بجوج من الجهة الأخرى قلب يديك شد هكا شد أخر هاضر هز ليه الراس هاضر هاد الحولي هذا عاطين فيه 90 ألف هاد الحولي تبارك الله عاطين فيه 90 ألف شوفوا الفرق ما بينه وبين هذاك تبارك الله 90 ألف سوق ميدالت وها مولاه اين بلاصه هادي الناس القصابي عندكم مليح تبارك الله اصحاب القصابي اليوم تبارك الله الله يسخر وهذا 71 هذا لا عندكم المليح اصحاب القصابي لا عندكم مليح ديتو اليوم في هذا الشيء لا لا دابا ما بينش هذاك بين غير هذا اللهم يسر اذا السوق المليح تبارك الله واحد الخروف عاطين فيه 90 ألف مرحبا الاخوان حنا في ميدالت السوق ديال ميدالت شحال الخروفات هادو 35 ألف تبارك الله مليح المليح اي ما بغاش يتصور المليح تبارك تبان انت سنا الحليب كيكون زايد لا الرباعي هذا بداك الحولي دابا اللي جبنا رباعي لو كان كان سنا الحليب غيكون الثمن بحال دابا انتم نشوفوا هاد الخرفان هادو ها هما سن الحليب هادو شحال هادو شحال هاد الخرفان هادو نعم شحال هادو شحال عاطين 54 فهاد جوج 50 جمله هادو عاطين 54 و50 جمله باش يبان لكم الفرق يعني الرباعي كيكون شويه ناقص في الثمن على سن الحليب اللهم يسير 64 سنة الحليب 62 سنة الحليب هنا 64 اللهم يسير اللهم يسير الله يجيب تيسير خير تبارك الله ما تجيش ولكن السوق عامر السوق عامر تبارك الله عندك السلاح عامر كل شيء
جدا هذه السلاله ديال التمحاضيط هادو معطيه لهم 64000 و60000 جمله. اللي خدا ديال سنين الحليب غادي ياخذوا هذه ميدالت. ميدالت مرحبا بكم، حنا في ميدالت هذه برديه الحليب. تبارك الله. شحال؟ 80. بدا السوق اللي قدام لي فين؟ ايه كاين البيع. كاين البيع. شحال ما كاينش؟ صافي كنا جبنا بكري. ولا كان الفكاك اللي راه فيها غادي مازالو يشربوا هاد اليومين. هادو النعاج. الخروف اليوم كيتصدي اللي ما عندوش الوجه، اللي ما عندوش القرون فرطاس. خروف صغير العرش جاي. ميدالت ميدالت سوق الميدالت. السوق ديال ميدالت هادو خرفان صغار بالنسبة للعرش. خرفان وجوزين تبارك الله. باين باغي بحال قلت دايز العيد باغي نتا 20 جبله عام سوق تا سوق اخر. تفرجوا مباشرة. فين حاط؟ فين حطيتي؟ السوق ديال السوق ديال بارك الله حواليك جامع سن الجامع. شحال هذا الرقم؟ شحال هذا الرقم؟ تبارك الله. ها؟ وشحال بعتي هذا؟ شحال بعتي هذا؟ شحال هاد الخروفات هادو؟ للأسف كيكون دائما الضغط إلا كان كيقطع راه من المصدر. الإخوان اللي بغا شي حاجة يتواصل معايا غادي نقطع الإخوان عبر الخاص أو ممكن تخليو لي ميساج في الخاص. صولي على الواتس 0641-97-18 خليتكم على خير الله يعاونكم. انت يا طالب الشيخ ايوا اول حنا صافي صافي.